السلام عليكم، معكم حمد بمدرسة حمد سعد المصري صف 5 ابتدائي مدرسة عواد الظاهرة. سوف نقوم بمكونات العلوم، وأنه فلفل أسود وماء وصابون. سوف نحط إصبعنا على الصابون وها خليكم معنا. نحط قليل من الماء هذيك، بعدين نحط فلفل أسود، بعدين نحط على إصبعنا صابون. شوفوا معنا، شوفوا كيف حبيبات حبيبات الفلفل الأسود كيف تنتشر. وبس، شكرا على المتابعة، مع السلامة.